السلام عليكم طلبة طب الأسنان، كل سنة وحضراتكم طيبين. إن شاء الله أبدأ معاكم هذا العام الدراسي، وربنا يجعله كده عام سعيد على حضراتكم إن شاء الله. هستعرض مع حضراتكم إن شاء الله الأوفر فيو كده للكورس بتاع الماكسيلوفيشال سيرجي، أورال ماكسيلوفيشال سيرجي، اللي احنا هناخده إن شاء الله في الإيه في السنة الرابعة وسنة خمسة. أعرفكم بيا الأول، أنا اسمي دكتور محمد الشلقامي، انا استاذ جراحه الفم والوجه والفكين بجامعه قناه السويس كليه طب الاسنان في الاسماعيليه، وكمان بشغل منصب استاذ ومشرف على قسم جراحه الوجه والفكين بجامعه سينا فرع الانطره شرق. سبق وعملت كاستاذ مساعد في الام اي يو في الام اس اي فترات طويله سابقه، وحاليا برضو استاذ زائر في جامعه بيروت العربيه في كليه طب الاسنان في دوله لبنان. اول حاجه هنبدا بيها الكورس بتاعنا ان شاء الله هي اللوكال انستيزيا، وانا بحب اقول كده كلمه عامه لكل الزملاء، يعني انتوا ليكم مطلق الحريه انكم تختاروا التخصص اللي تحبوه في طب الاسنان، كل واحد بيحب تخصص معين وبيحب يشتغله هو اكتر حاجه، دي حاجه تختلف من شخص لاخر، لكن انت ممكن ما تحبش الجراحه خالص، ما تحبش تتعامل مع الدم، في دكاتره كتير جدا ما بيتعاملوش مع الدم خالص، لكن مستحيل ان انت ما تتعاملش مع اللوكال انفيزيا، عمر ما في دكتور اسنان شاطر هيبقى شاطر ومشهور والناس تثق فيه من غير ما يكون شاطر في اللوكال انفيزيا، فعشان كده الكورس ده بعتبره هو حجر الزاويه في الكورس بتاع الجراحه، ومهم جدا ان احنا نستوعبه. طيب هناخد ايه بقى في كورس اللوكال انفيزيا ده؟ اول حاجه نتعرف على المنطقه اللي هنشتغل فيها، نعمل ناخد كده ابلايد سيرجيكال اناتومي، هنراجع الاناتومي اللي احنا خدناه بتاع التراجمينال نيرف ومينلي الماكسيلري والمانديبلر نيرفز. كده هندخل على النيوروفيسيولوجي، الالكتريكال والكيميكال تشينجز اللي بتحصل في الاكشن بوتنشال في النيرف فايبر نفسه، البين والبين باث واي في الماكسيلو فيشال ريجن، نتعرف على الالات والادوات اللي بنستخدمها واحنا بنعمل لوكال انفيزا، ده اللي بنسميه الارمامنتيريوم. هناخد طبعا كدكاتره لازم فاهمين الفارماكولوجي بتاع اللوكال انستيتيك دراجز، والفارماكولوجي بتاع الفازو كونستريكتور اللي بيتم اضافته للوكال انفيزا لاسباب كتيره هنستعرضها في حينها. هنعرف امتى نستخدم اللوكال انستيزيا والفازو كونستريكتور وامتى ويز او ويزاوت، برضو الانديكيشنز والكونترا انديكيشنز. وبعد كده هندخل على الحته الانترستنج جدا طبعا بالنسبه لحضراتكم كلكم، ان هي اتعلم ازاي بقى تو ماستر التكنيكس نفسها بتاعت اللوكال انستيزيا سواء في المجزلة او في الماندبل. وبما ان احنا بنشتغل طبعا وبندي دراج وبنعمل ماينر اوبريشنز هيتوقع هيكون في كومبليكيشنز، فهنعلم حضراتكم برضو وات ار ذا لوكال كومبليكيشنز اوف لوكال انستيزيا والسيستميك كومبليكيشنز وازاي نحاول ان احنا نتفاداهم قدر الامكان. في هذه الاثناء بقى واحنا بنتردد على العياده عشان نتعلم الديسيبلين بتاع العياده لازم نتعلم الانفكشن كنترول. هنبص كده في الصوره اللي على اليمين هنتعلم ازاي هاو تو راب الانسترومنتس وراب الاذرع والهيد بتاعت الشير وكل حاجه بنمسكها بايدينا اثناء الشغل اللي تعمل لها رابينج عشان ما تعملش انفكشن كنترول. البي بي اي اللي موجود في الصوره اللي على الشمال ده بنسميه بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، كل ما بنلبسه بقى من هيد كاب ونظارات جوجلز وماسكس وشيلدز وحاجات زي كده. يمكن احنا كمان طبعا بنعيش في الفتره بتاعت الكوفيد 19 والناس خايفه من البروباجيشن بتاع العدوى، فنهيب بحضراتكم الالتزام جدا بالبي بي اي ده او بالانفكشن كنترول بروجرام كله عشان نبقى ايه يعني ننجو ونقدر نقدم خدمه للمرضى بتوعنا من غير ما ناذيهم ولا احنا كمان نتاذي. بعد كده هندخل بقى ايه في السكند سيمستر ان شاء الله اللي هو السبرينج سيمستر السنه دي، ناخد الماينر اورال سيرجيكال بروسيجرز، بنعلم حضراتكم الاكسودونشير دنتال اكستراكشن، ازاي تمسك فورسبسات وتعرف تعمل اكستراكشن للتيف. طب لو كان الاكستراكشن دوت مش سيمبل وبقى كومبليكيتد هتعمل فلابس ازاي، التايبس اوف فلابس، ترفع الجامز عن التيف وتخلع، تعرف تخلع السنان وبعد كده تعمل سوتشر. هنعرفكم انواع الاليفيتورز كلها اللي موجوده في الصوره دي ازاي تقدر تستخدمها عشان تعمل ايه دليفري للتيف اللي انت بتخلعها. وطبعا بما ان احنا هندخل بقى العيادات ونبتدي نشتغل لازم نتعرف على المانجمنت اوف ميديكالي كومبرومايزد بيشنتس. معظم الناس اللي هتجي لنا ما هياش ناس سليمه او الفيزيكال ستاتس بتاعتها عاليه، يمكن احنا واحنا بندرس كورس اللوكال انستيزيا هنديكوا كلاسيفيكيشن اسمه الايسا كلاسيفيكيشن او الامريكان سوسايتي اوف انستيزيولوجيست، هم عاملين تصنيف كده من خمس درجات كلاس 1 لحد 5 للفيزيكال ستاتس والفيزيكال هيلث بتاعت العيانين. وطبعا ما فيش الامر ما يسلمش ان احنا نلاقي مرضى عندهم امراض مختلفه، ايه السيستمز اللي احنا هنتعرف عليها بقى؟ ديفرنت سيستمز اللي هناخدها كارديو فاسكولار سيستم، وده يعتبر يمكن هو راس الحربه في الميديكال كومبرومايز بيشنت، هو حوالي تقريبا بناخد حوالي 8 ديزيزز في الكارديو فاسكولار. بعد كده يجي الريسبيراتوري سيستم والرينال سيستم والهيباتيك او الليفر ديزيز، هناخد الاندوكرينال ديس اوردرز وعلى راسهم طبعا الدايابيتس ميليتس، وبعد كده الهيماتولوجيكال ديس اوردرز امراض الدم، وبعد كده النيورولوجيكال ديس اوردرز،
امراض الجهاز العصبي والبريجنسي والبوست بارتم الحمل والارضاع. ولاست بات نوت ذا ليست هنتعرف على الناس اللي بياخدوا راديو ثيرابي او كيمو ثيرابي نتيجه علاج مالجننت تيومرز وايه التاثير ده على الاورال الماكسيلوفيشال ريجن اللي احنا بنشتغل فيه ايه. هناخد بعد كده المانجمنت اوف امباكت التيف، كل اسنان الضروس المدفونه سواء ضروس عاله او غيرها، هاو كان وي مانج ات سيرجيكالي او كونزرفاتيفلي. المانجمنت اوف سيستيك ليجنز وليها اربع طرق مختلفه سواء انوكليشن او مارسيبلايزيشن، او نعمل مارسيبلايزيشن نستنى حجم السيست يظهر شويه نعمل له فولوينج باي انوكليشن. اللاست بات نوت ذا ليست انوكليشن وذ كيوريتاج، ده بيبقى ريزيرفد للسيستس اللي هم ليهم شويه اجريسيف بيهيفير او ريكارنس ريت عاليه زي الاودونتوجينيك كراتوسيست. كده هنكون خلصنا الكورس بتاع السنه الاولى، نبدا السنه بقى التاليه بعد كده السمستر الاول في السنه التاليه بنعرفكم الدنتال امبلانتولوجي حاجه جايه تفتح نفسكم، يعني ايه اوسيو انتجريشن، التطور بتاع الدنتال امبلانتولوجي، الكابابيلتيز بتاعته، الكومبليكيشنز البوتنشال كومبليكيشنز، ازاي نعمل سيرجيكال بلاننج، ازاي نعرف نعمل سيرجيكال تكنيك وكاري اوت للايه للبيزك امبلانتس. طبعا هتبقى معلومات بيزك امبلانتس ان الكورس طبعا مش ما هواش يعني مخطط ان هو يكون ايه يكون يعني متعمق جدا في الدنتال امبلانتولوجي. بنستعرض السليفر جلاند ديس اوردرز سواء كانت سيلولي فيزز او الابستراكتيف ديزيز زي السليفر جلاند ستونز، الامراض الاوتو اميون ديزيز زي جوجرن سندروم، التيومرز بانواعها البناين والماليجنت، كل ما يصيب السليفر جلاند هناخد فكره كويسه جدا عنه. بعد كده هندخل على المكسيلري ساينس. المكسيلري ساينس من الاماكن المهمه جدا بالنسبه للاورال ماكسيلوفيشال سيرجن، كان احنا لما نيجي نحط دنتال امبلانت ونلاقي البون ديفيشنت في البوستيرير ابر ماكسيلري ريجن بنعرف نرفع الممبرين بتاع الساينس نحط بون ونعمل ساينس اوجمنتيشن ونحط الامبلانت بعد كده. لكن الحقيقه ان البين بتاع الساينس او التيومرز اللي في الساينس او الساينسايتس ممكن تبقى ميكست اب مع دنتال بين في الابر جو بالذات، وفي فعلا دكاتره وناس كتير بيخلعوا الابر مولرز بيبقوا ساوند ومفيش جاستيفيكيشن خالص ان هم يتخلعوا، بيكون السبب ان هو كان في ساينسايتس ان ات واز ميكست اب ان هو كان ايه دنتال بالبايتس. بعد كده نروح بقى لحاجه من الحاجات اللي هي الانتيتيز الرئيسيه اللي بتميز جراحه الوجه والفكين الا وهي التمبرو مانديبولر جوينت او تي ام جي ديس اوردرز. هناخد فكره كويسه قوي عنها من طرق الانتربريتيشن، ايه الصور اللي ممكن اشوف بيها التي ام جي كويس سواء كان بون زي السي تي او السوفت تيشو زي الام ار اي، وهناخد فكره عن ازاي بنخدر التمبرو مانديبولر جوينت والامراض العضويه اللي بتصيب الجوينت نفسه زي الانترنال ديرينجمنت والحاجات اللي بتصيب الايه الماستيكاتوري سيستم زي المايوفاشيال بين ديسفانكشن سيندروم. بعد كده هنروح بقى لشابترين مهمين جدا من الاورال الماكسيلوفيشال سيرجي، الماكسيلوفيشال انفكشنز، وده مش ممكن دكتور في حياته مش هيقابل ماكسيلوفيشال انفكشن لان احنا على طول الكيرز والبكتيريا والتروبا بتأدي ان يحصل ايه يكون في راوت اوف ادمنستريشن للبكتيريا اللي هي موجوده بملايين في السلايفا في الاورال فلورا بتاعتنا، فبيحصل انفكشن. هنعرف ازاي بيحصل باثوفيسيولوجي بتاع الابسس وازاي يقدر يوصل ان هو يعمل سيلولايتس وفاشيال سبيس انفولفمنت والخطوره بتاعتها ايه، لان الانتريتد انفكشن او النجلكتد انفكشن ممكن توصل انها تودي بحياه المريض وتبقى حاجه خطيره جدا، وهنعرفه الكلام ده كله. طبعا ندخل بقى للماكسيلوفيشال تروما، وده شابتر من الشابترز اللي انا بعتبرها يعني هي العروس بتاعه الماكسيلوفيشال سيرجي بالنسبه لي انا، يعني ده الشابتر من الشابتر اللي انا بحبها جدا. هنعرف انواع الكسور كلها في يعني الكلاسيفيكيشن بتاعتها في الهيد اند نك واسباب التروما وازاي بنعالجها سواء كان كونسرفاتيف كلوزد واي او ان ان اوبن واي، بنركب شرايح ونعالج الكسر والسوفت تيشو بشكل منظم. في شابتر من الشابترز المهمين جدا اسمه بري بروستاتيك سيرجري. الحقيقه حضرتك لما تيجي تعمل سواء يعني فيكسد او ريموفبل بروثيسز او تحط امبلانتس، الريدج مش بالشرط انه يكون في الوضع الامثل او مهيئ كسوفت تيشو او هارد تيشو انه يستقبل هذه البروثيسز. ففي بروثيسز كتير جدا بتتعمل زي البون اوجمنتيشن، زي السوفت تيشو ريدكشن، زي الفيستيبيلو بلاستي، زي حاجات كتير جدا زي الفرينكتومي بتتعمل عشان تهيئ الريدج، بنسميها بري بروستاتيك سيرجري، انها بتتعمل قبل بغرض ان انا اهيئ الريدج ده واهيئ الوضع دوت ان انا اعمل ايه بروستاتيك ريهابيليتيشن. الماكسيلوفيشال انكولوجي دي هتكون في السكند سيمستر في الفاينل يير ان شاء الله، بناخد فكره عن الاودونتوجينيك تيومرز بانواعها، البنان والمالجنت تيومرز والمالجننسي والتريتمنت بتاعته. طبعا مش بناخدها من وجهه نظر الباثولوجي زي ما سبق ودرسناها قبل كده، بناخدها فروم ذا سيرجيكال بوينت اوف فيو، المانجمنت بيكون ازاي، سيمبل اكسجن ولا ريسكشن، طب بلوك ريسكشن ولا توتال ريسكشن، وبنعرف ازاي نعمل ريكونستراكشن للجزء اللي حصل له ريسكشن دوت نتيجه الايه التيومر
ريموفال. بعد كده الاوروفيشال بين، يمكن كنا خدنا فكره عنه لما اتكلمنا عن التمبرومانديبيولار جوينت بين، لكن هنا بنتكلم بصوره اشمل بقى عن انواع النيورالجياز والنيوروباثيز وما يصيب النيرفز وانواع الهيدكس المختلفه في الهيد نيك ريجن. وكمان الشيء بالشيء يذكر بناخد فكره عن الانجريز بتاعت الايه البريفرال نيرفز وانواعها وازاي يتم التعامل معاها او ان احنا نتفاداها. بنحب ندي فكره برضو للطلبه بتوعنا كده عن بيزكس او الفاندمنتالز اوف اورثودنتيك سيرجري، ازاي بنصلح العيوب الخلقيه او البروز في الفكين بالديفرنت تايبس اوف ريسكشنز سواء كانت في الماكزيلا او في الماندبل، وبنحرك الفكين ازاي والبروسيجرز والبلاننج بيكون ازاي، بناخد فكره مبسطه عنها. برضو بنحب ندي فكره عن الاوروفيشال كلافتس بالذات ريجاردنج التايمنج بتاع الكلوجر والتعامل مع الحاله ازاي وتفادي الكومبليكيشنز، امتى بنعمل نقفل الليب، امتى بنحب بروبر تايمنج نقفل الكليفت بالات، وامتى البروبر تايمنج نقفل الالفيولار كليفت، وبنتعامل معاهم ازاي البرايمري بون جرافتنج سكندري بون جرافتنج. بندي فكره كده عامه عن الايه التعامل مع الايه الاوروفيشال كليفت. يمكن بكده نكون عرفنا الكابابيلتيز او السكوب بتاع الماكسيلوفيشال سيرجي ان بريف كده، يعني نقدر نعرف ان الماكسيلوفيشال سيرجن بيشتغل في كل حته في الجسم. الويل تريند واللايسنسد والكومبتنت اورال ماكسيلوفيشال سيرجن بيشتغل طبعا في الهيد اند نيك ريجن، ده الاريا بتاعته، وممكن يشتغل كمان في الحوض، بيعمل اليا كريست بون جرافت سواء انتيرير او بوستيرير، بيتعامل مع الفيبلر جرافت، بياخد جرافت من الفيبلا وبيعمل لها بلاننج، ويعمل لها دلوقتي كمان بيتعمل لها فيرتشوال بلاننج الاول، وبتعرفين هنقطعها ازاي قبل ما ايه نعمل لها ننقلها ونحطها في المندب عشان نعمل بيها ريكونستراكشن. بيشتغل فين كمان؟ في الشست، في الريبس، بياخد ريبس يا اما نعمل بيها ريكونستراكشن المندبل، او بناخد كوست كنترول جرافت عشان نعمل بيها ريكونستراكشن التمبرو مانديبلر جوينت في الاطفال، بالذات في حالات اللي هي حصل لهم تي ام جي انكيلوسز او حصل انهم فقدوا الجوينت نتيجه مثلا زي جان شوت ووند او تروما او تيومر. بنشتغل كمان في التيبيا الاريا، بناخد جرافت من التيبيا. فالحقيقه نقدر نشوف ان الماكسيلوفيشال سيرجن نقدر نسميه يعني ذا جاك اوف اول تريدز and the master of them as well. فالماكسيلوفيشال سيرجن الحقيقه يعني عنده من الكابابيلتيز انه يقدر يتعامل مع مشاكل كتير، وعشان كده التريننج بتاع الماكسيلوفيشال ليس سهلا وبياخد سنين طويله من التريننج، وبيبقى فيه يعني مع الدنتال والماكسيلوفيشال وفي تريننج في الميديكال سكول وفي الميديكال راوندز، يعني مش بناخد بس مجرد حاجات هو كليه طب الاسنان، لازم كمان يبقى في ميديكال تريننج في الميديكال سكول. الاسسمنت بتاع حضراتكم في الكورس هيتم ازاي؟ هيكون في كويزز هنقول لحضراتكم على مواعيدها وكيفيتها، تكون ام سي كيو هتكون ترو فورس، والكلينيكال ريكويرمنتس دي الحالات المطلوبه مننا هنعملها في الكلينيك، لو احنا هنشتغل في الكلينيك بشكل منتظم هيكون عندنا عدد حالات هنعرفها وكل واحد يبقى مطلوب منه يقدمها. الكورس ورك اكتيفيتي هيكون في اكتيفيتي اثناء الكورس، هنطلب منكم حاجه معينه نعمل ورك شوب او حاجه زي كده، وهنعرف حضراتكم المطلوب منكم ايه بالظبط. طبعا البراكتيكال والكلينيكال اكزامز، ان لو الامور مشيت بشكل يعني ان شاء الله ما نحتاجش ان احنا يعني يبقى في تباعد عشان موضوع الكوفيد 19، هيبقى في كلينيكال اكزامز على بيشنتس، انما لو كان الامر كده هيبقى اذروايز نتعمل بشكل براكتيكال او سبوتنج على دامي هيدز. وبعد كده عندنا الفاينل ريتن اكزام، هيكون في عندنا ريتن اكزام، وهيكون عندنا فاينل اورال اكزام، وبرده الاورال اكزام ده هيتوقف على اذا كنا هيبقى في تباعد عشان موضوع الكوفيد 19، هيبقى عباره عن اورال شيت هيتحط، هيبقى جزء من مصاحب للريتن اكزام زي ما عملنا ايه في السنه السابقه. المراجع بتاعتنا هتكون ايه؟ الكتاب اللي على الشمال ده هو الهاند بوك اوف لوكال انفيزيا، ده بتاع ستانلي اف مالاميد، هيز ان ايمينت بروفيسور اوف لوكال انفيزيا في جامعه يونيفرستي اوف ساوثرن كاليفورنيا في اليونايتد ستيتس. الراجل ده يمكن عامل كتاب من احسن كتب اللوكال انفيزيا، موجود ال 6 اديشن واعتقد ال 7 اديشن كمان موجود، يا ريت نجيبه واشوف هو موجود متوفر في المكتبه عندنا. ده هيبقى المرجع الاساسي بتاعنا الفيرست ماستر كله في اثناء كورس اللوكال انفيزيا. الكتاب اللي على الشمال ده بيخص الجراحه من اول ما يبدا بقى الاكزودونشيا والخلع والامباكشن وهكذا. الكونتمبري اورال ماكسيلوفيشال سيرجري ده بتاع اد اليس وهاب وتاكر، وبرده هم دول الجماعه دول امريكان برده. الكتاب ده من الكتب اللطيفه جدا، فيا ريت نستعين بيهم، ودول المصدر الرئيسي بتاعنا. بلس لو كان في حاجه محاضره متجمعه من كذا مصدر هنعمل لكم هاند اوت عشان ايه نعمل له ابلود ويبقى موجود مع حضراتكم ان شاء الله. فاينلي بشكر حضراتكم على حسن الاستماع. ثانك يو سو ماتش.